بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم طلابي الأعزاء في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الثانية من موضوع النسخ الكمي لأعمال الطرق. بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء الطريق، وهي مرحلة الأعمال الترابية، وتعرفنا على خصائصها وطرق حساب كمياتها. وذكرنا نقطة مهمة، أنه هذه الطبقة هي الطبقة الأولى من طبقات إنشاء الطريق، أو المرحلة الأولى من مراحل إنشاء الطريق، سواء كان هذا الطريق أسفلتي ولا خرساني، يعني مرن ولا صلب. أما محاضرتنا لهذا اليوم فهي راح تكون محاضرة خاصة بالمسح الكمي لأعمال التبليط المرن، وراح نتكلم بها عن التبليط المرن ونتعرف على طبقات ومواصفات كل طبقة. لما نتكلم عن التبليط المرن فنقصد به هو الطريق المبلط باستخدام الخرسانة الإسفلتية في الطبقات السطحية، وعادة يكون متكون من عدة طبقات حسب نوع التبليط. أما الطبقات المكونة لهذا الطريق فهي 5 طبقات، طبقتين ترابية و3 طبقات إسفلتية، بالإضافة إلى الطبقات الرابطة واللي تكون هي عبارة عن مواد قيرية رابطة. الآن نبدأ بدراسة كل طبقة من الطبقات الموضحة بالشكل. الطبقة الأولى هي طبقة التسوية الترابية Subgrade Cores، أو مصادر أخرى نسميها Compacted Soil. هي الطبقة اللي تعرفنا على مواصفاتها الفنية وتعرفنا على طرق حساب كمياتها بالمحاضرة السابقة. الطبقة الثانية من طبقات هذا التبليط هي طبقة ما تحت الأساس، أو طبقة السبيس. الغرض من هذه الطبقة هو تحسين إمكانية طبقة التسوية الترابية على مقاومة الأحمال المرورية من خلال توزيع تلك الأحمال على أكبر مساحة ممكنة. ويجب أن تتمتع هذه الطبقة بعدة مواصفات. المواصفة الأولى أن تكون مزيج من الركام الخشن والركام الناعم والمواد الطينية، لذا تسمى بطبقة الحصى الخافض. حدود التدرج لهذه الطبقة مدرج بالجدول التالي، واللي يظهر قياس فتحة المنخل بالملم وبالإنج، وأيضا نسبة العابر من كل منخل. هنا نذكر أن المواصفات القياسية العراقية حددت 3 أصناف من التدرجات، واستخدام كل صنف يعتمد على كثافة الحركة المرورية. فللمرور الكثيف نستخدم الصنف A اللي هو الأخشن، أوكي. أما صنف B فنستخدمه للمرور المتوسط، واللي تكون عادة حجم حبيباته بصورة عامة هو أصغر من حجم حبيبات الصنف A. والصنف C يستخدم للمرور الخفيف، الصنف C يستخدم للمرور الخفيف. هذه هي المواصفة الأولى من مواصفة طبقة ما تحت الأساس. أما المواصفات الأخرى فإنه هاي التربة اللي تكلمنا عليها قبل قليل وانطينا مواصفات تدرجة، لازم تفرش بسمك ما يتجاوز 15 سنتيمتر، أوكي؟ يعني إذا عدنا طريق سمك السبايس لهذا الطريق، طبقة السبايس سمكها 15 سنتيمتر، فنفرشها الطبقة واحدة وترش وتحدل إلى أن نصل إلى درجة الحدل المطلوبة اللي هي ما تقل عن 95% من الكثافة الجافة العظمى. أما لو كان سمك طبقة السبايس لهذا الطريق هو 25 سنتيمتر، فراح تفرش الطبقتين، كل طبقة سمكها 12.5 سنتيمتر، تفرش الطبقة الأولى وترش وتحدل إلى أن نصل إلى درجة حدل متقل عن 95%، بعدها هالدور نفرش الطبقة الثانية ونتبع نفس البروسيجر. كمية هاي الطبقة، كمية الترابية يعني كمية السباس لهاي الطبقة ينحسب بالمتر المكعب، أوكي. فعادة حجم التربة المرصوصة بتكون أقل من حجم التربة المفككة، لذا أكو عامل تصحيح حساب حجم هذه التربة واللي هو 1.5، يعني
إذا نريد نحصل على متر مكعب واحد تربة محلولة لازم نطرح متر ونص مكعب تربة مفككة، أوكي؟ بعد الحدر راح تنطينا متر واحد مكعب. نسبة التحمل الكاليفورني ما يقل عن 45% للطرق ذات المرور الكثيف، ولا يقل عن 35% للطرق ذات المرور المتوسط، وما يقل عن 30% للطرق ذات المرور الخفيف. نسبة وجود الأملاح الجبسية ونسبة وجود الأملاح الكبريتية في مكونات هذه الطبقة فيجب أن لا يزيد عن 5%. من مواصفات هذه الطبقة نعرف أنه نحتاج إلى إجراء عدة فحوصات مختبرية لتربة هذه الطبقة. الجزء الأول من الفحوصات يجرى على المادة الأساسية المكونة لتربة هذه الطبقة، واللي تشمل فحص التدرج اللي تكلمنا عليه بالمواصفة الأولى، وأيضا الفحوصات الكيميائية اللي من خلالها نحدد نسبة وجود الأملاح الجبسية ونسبة الأملاح الكبريتية. إذا نجح بذن الفحصين راح ننتقل للمرحلة الأخرى اللي هي حساب الكثافة الجافة العظمى والمحتوى الرطوب الأمثل. هذا كله يجرى على التربة الخام قبل أن نفرشها بالموقع. بعد ما نفرش بالموقع ونرش ونحدل راح نجري فحص درجة الحدل وفحص التحمل الكاليفورني CDR. ناخذ مثال توضيحي لحساب حجم هذه الطبقة. المثال يذكر انه في احدى الطرق يراد فرش طبقة ما تحت الاساس بطول 1000 متر وعرض 7 متر وسمك الطبقة 25 سنتيمتر. احسب كمية تلك الطبقة مع حساب كمية المواد المنزوجة المكونة لتلك الطبقة. طبعا هنا من يذكر سمك الطبقة فهو يقصد بها المحدودة، سمك الطبقة بعد الحدن. ايش قد تفرش قبل الحدن مو مهم، المهم بعد الحدن ينطيك 25 سنتيمتر. اوكي، الخطوة الاولى هي نحسب كمية هذه الطبقة بكل سهولة، فهي مثل ما تعرفنا من قبل مساحة المقطع العرضي في الطول. اوكي، فهنا مثل ما محسوب عندكم الطول في العرض في السمك يطلع 1750 متر مكعب. اما كمية المواد المنزوجة فهي نفس الكمية نضربها في 1.5 تطلع 2625، هي التربة اللي نجهزها للموقع ونفرشها حتى تنطينا 1750 متر مكعب تربة محدودة. مثال توضيحي آخر، المطلوب حساب كمية طبقة ما تحت الأساس مع مكوناتها اللازمة لشبكة الطرق المبينة. إذا علمت أن معدل السمك 30 سنتيمتر وعرض الطريق 10 متر بالشكل الموضح يبين أنه في المنطقة بطول 2500 متر وعرض 1500 متر، داخلها فد مجموعة من البنايات. المطلوب هو إنشاء طرق، شبكة طرق بين تحيط هاي المنطقة كلها وبين توصل بين هاي البنايات. فالخطوة الأولى للحل إنه أنا راح نحسب الطول الكلي مثل ما تعرفنا عليه مسبقا، راح نحسب الطول الكلي بالطريقة اللي تناسبك، بالطريقة اللي تشوفها أنت بسيطة عليك، من خلال الأطوال الأفقية زائد الأطوال العمودية أو أي طريقة تناسبك. إذا نطلع الطول الكلي للشبكة ونطرح من أتها التداخلات وبالتالي نطلع الطول الصافي. إذا كمية طبقة ما تحت الأساس هي الطول الصافي في عرض الطريق في سمك الطبقة، أما كمية المواد المفككة فهي نفس الكمية السابقة نضربها في 1.5. أرجو أن يكون المثال بسيط وواضح. لهنا انتهت محاضرتنا لهذا اليوم واللي تكلمنا بها عن التبليط المرن وتعرفنا على الطبقات المكونة لهذا التبليط. الطبقة الأولى كانت طبقة الأعمال الترابية اللي تعرفنا عليها بالمحاضرة السابقة، وهذه المحاضرة أخذنا بها طبقة ما تحت الأساس وتعرفنا على خواصها ومواصفاتها، وأيضا أخذنا أمثلة لحساب حجمها.
وأرجو أن تكون واضحة، أما باقي الطبقات فإن شاء الله راح نأخذها تباعا بالمحاضرات القادمة. شكرا لحسن الإصغاء.